حضر الكلاديب تعبدو قال لنا صغير الكلب يا بقى هو جت خدته هو ضيع مني ومش لاقيه امه جت خدته مش عارف كلبه تانيه ولا لا من الصبح مش عارف كل حاجه مش عارف كل حاجه ولا عشنا في حاجه مش عارف نلاقي المدرسه ولا الدرس مش قادر انزل حتى عند بابا ولا ماما مش قادر يعمل ايه يعني الكلب البلد يا جماعه بس بش وراه بس وقابل لكم بس بش وراه قد تجيبه 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 بس تجيبه وخلصه بس زعلان عليه خالص زعلان بخاف ابوك كل عيال خدوه وعذبوه انا خايف خايف خالص خايف انا زعلان عليه وعايز اعيط لا زعلان عليه زعلان عليك خالص والله السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والصباح والصبح بس خليكم معايا بس خليكم معايا يا رب والصراحة يعني تجيب الدلال فيك والذهبي تجيب الذهبي بالأول بس خليكم معايا كمان الكلب ده بمشي وراه وجبركم ويعمل لك حاجة بي تانية والله يعمل لك حاجة بي تانية بس انتوا كمان انتوا اللي جيتوا جبهور هنا ماشي السلام عليكم بس عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بس اعملوا اللقاء على القناة واشتركوا عليها ماشي السلام عليكم.